طبعا اجواء حماسيه كبيره، الدقيقه 80 من ماتش النادي الاهلي مع نادي الاتحاد السعودي. والحقيقه يعني ما فيش شك ان مش بس مصر، ده الوطن العربي كله مشغول حاليا بمتابعه الشوط الثاني من مباراه النادي الاهلي واتحاد جده السعودي. والحقيقه اجواء كلها حماس، واصوات المشجعين الاهلاويين في كل مكان، والفرحه ماليه الدنيا كلها. دايما النادي الاهلي معودنا على هذا الاداء، ويمكن الناس كلها كانت النهارده قاعده مستنيه الماتش ومنافسات طبعا ربع نهائي بطوله كاس العالم للانديه اللي الاهلي متقدم بيها دلوقتي 3-0 الى الان، دقيقه 80 من الماتش اللي ابتدى الاهداف علي معلول، وكانت دي ضربه جزاء اتحسبت بتقنيه الفار. وبعد كده كان النجم حسين الشحات، وشفنا احتفاله الكبير بالجول اللي احرزه، والمفاجاه الحقيقه كانت بهدف ثالث لامام عاشور في يوم اعتقد صعب ننساه. فرحه كبيره جدا لكل الاهلاويه، ويعني الاهلي معودنا على كده الحقيقه، لكن يمكن الناس كان عندها تخوف من كولر وادائه وكل اللي كان بيحصل في الفتره اللي فاتت، لكن ده عهدنا مع الاهلي، وخصوصا في المباريات الصعبه. مباراه الحقيقه يعني اجواءها اكيد ما كانتش سهله، ويمكن ده اللي بيدي اللعيبه وبيدينا احنا كجمهور كمان مصري امل كبير في الفوز واحراز نتيجه تشرف مصر كلها. لوحه لطيفه جدا استكمالا بقى للوحه دي الحقيقه، المشهد اللي احنا بنشوفه مع حضراتكم، الشناوي وهو، ويمكن انا بالنسبه لي الشناوي رجل المباراه من اول الماتش، وهو يعني قايم بالمباراه كلها، كان بيتصدى لضربه جزاء من كريم بنزيما، والحسب حسب ضربه الجزاء دي للاتحاد بعد ما كان في لمسه يد من محمد عبد المنعم تقريبا في الدقيقه يمكن 44، وتصدى ليها الشناوي ببراعة شديدة الحقيقة. مشهد قلب الماتش كله لصالح الأهلي، لأنه إحنا قاعدين وبنقول والنجوم اللي موجودة في الاتحاد، يجي الشناوي ويصد الكورة. الحقيقة الأداء الكبير ده بيفرحنا كلنا، والماتشات الكبيرة اللي زي دي بتلاقي الناس متفاعلة معاها بشكل كبير جدا. فسعيدة إن إحنا بنبتدي الحلقة والأهلي بالنتيجة دي متقدم 3-0، و يعني كاس العالم للأندية مبارياته بتبقى كبيرة وبتدخلها الفرق الكبار، فإنه نكون متواجدين بيها بالمستوى ده شيء مشرف جدا الحقيقة، وده اللي بيفرحنا جميعا كمصريين. إن شاء الله يعني الفرحة تكمل على خير، ونكمل معاكم على مدار الحلقة. إحنا دلوقتي في دقيقة 80 من عمر المباراة، ومكملين معاكم إن شاء الله على مدار الحلقة. والحمد لله دايما وشنا حلو على الأهلي، ودايما لما بيبقى في مباريات يوم الجمعه غالبا النتيجه بتكون عامله يعني بالمنظر ده، فالحقيقه الواحد مبسوط، ويا رب دايما يفرحنا، ودايما المصريين يشرفوا مصر في كل حاجه. دايما كره القدم بتبقى كلمه سر في سعاده المصريين. بالتاكيد حضراتكم جميعا بتتابعوا الماتش، ان شاء الله يعني نتبسط كلنا بنتيجه المباراه ونحتفل جميعا، ودايما الاهلي رقم واحد باذن الله، يمتعنا اكتر باداء أميز ولعيبة عندها حماس وطاقة إنها تسعد جماهيرها وترفع اسم ناديها دايما وسط القارات. نروح مع حضراتكم لفاصل، ونرجع مستمرين في كلامنا عن الأهلي وعن موضوعات كتير هنتابعها معاكم على مدار الحلقة. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلينا نتكلم عن طرح وحدات سكنية جديدة من قبل صندوق التنمية الحضرية في عدة محافظات. نعرف التفاصيل معانا دلوقتي على التليفون المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس، وعايزين نعرف هذه الوحدات السكنية موجودة فين، إيه اللي بيميزها عن باقي الوحدات السكنية، طرق الدفع، المواطنين اللي عايزين يشتروا هل في اشتراطات معينة لشراء هذه الوحدات السكنية؟ طيب احنا بنقول ان احنا يعني بتأخير، اولا مساء الخير، احنا طرحين المشروع بتاعنا في 8 محافظات، 12 مشروع بالظبط. الاصل احنا عندنا 13 محافظه و24 مشروع، لكن طرحين دلوقتي في 8 محافظات فقط 12 مشروع. السؤال الثاني اللي هو هل في اشتراطات معينه للحجم؟ لا، ما فيش اي اشتراطات خالص.
يعني لو كان حد يمتلك وحدة سكنية أخرى، لأنه كان بيبقى في بعض المشروعات فيها الشروط دي، إنك لو تملكت وحدة سكنية تابعة للصندوق مثلا تقدر تتملك وحدة أخرى؟ اي ممكن حضرتك متملك في اي مشروع في اي حاجه يتملك، اللي عايز يشتري وحدتين من عندنا برضه يشتري، اللي عايز يشتري ثلاث وحدات، اللي عايز يشتري مفيش قيود للسن، مفيش اي قيود تماما على اي حاجه، والشقق جاهزه يعني مبنيه بنسبه 95%، المشروع نسبه تنفيذه 95%. ميزه عندنا ان احنا بنقول انت هتقسط على 5 سنين وبتستلم وحدتك في خلال السنه دي، يعني المشروع وهو بيحجز، قبل ما يحجز وقبل ما يخلص اجراءات الحجز بتاعته هو خلاص يعني بي بي بيشوف شقته، يعني مطمن عليها تماما. طب الاسعار مقارنه باسعار الوحدات اللي بيطرحها القطاع الخاص، لان ده بالتاكيد بيخلق منافسه في القطاع العقاري. لا اقل بكتير جدا، لان احنا بنطرح وبنقول ان احنا عندنا من تسديد المشروعات دي من حوالي 2 سنين، فباسعار امبارح احنا بنبيع النهارده. فالدنيا يعني وبدأوا نحط عليها ربح بسيط، ما بنقولش ده لو تنفذ النهارده تنفذ بكام. فعشان كده بنقول ان باسعار امبارح يعني. في نفس الوقت احنا عندنا كل الفئات بنقدر نطرح لها. احنا عندنا من اول ال 76 متر حتى ال 180 متر. ال 182 متر. فاحنا الطرح بتاعنا موجود لكل الوحدات، فدي ميزه لينا. عندنا من اول سعر 760,000 جنيه حتى سعر عندنا 4.5 مليون، بس طبعا كل حاجه مستوى ايه، مستوى التشطيب ايه، والمشروع فين، كل دي عوامل كتير للمشروع نفسه. الخدمات المقدمة للوحدات السكنية دي، يعني هل في سوبر ماركت وصيدلية تابعة للوحدات السكنية دي؟ ايه الخدمات اللي بتقدم؟ في كل الخدمات، في مسجد، بيبقى في مراكز طبية، في مراكز تجاري، في محلات، وفي بعض المشروعات بيبقى فيها كنايس حسب احتياجات المكان نفسه، في مدارس حسب احتياجات المكان نفسه، كل حاجه بتبقى موجوده حسب احتياجات المكان المحيط بينا كمان يعني. مع التسليم هتكون كل الخدمات دي اشتغلت؟ كله هيكون شغال طبعا، كله هيكون شغال ان شاء الله. احنا يمكن المشروع كمان شغال، يعني المشروع نفسه الناس هتروح تتفرج على تشطيب شقته. يعني واحنا بس الدنيا لسه بنشوف الموقع العام والشبكات، كل ده احنا بنحاول ان شاء الله يعني ايه بنخلصه خلال السنه اللي احنا داخلين عليها، فكل ده ان شاء الله هيبقى يعني المواطن نفسه مش هي يعني هيسكن ويقسط بعدين، يعني اي واحد هيسكن شقه جاهزه ويقسطها بعدين. نظام التشطيب ايه يا باشمهندس؟ وهل موحد على كل الوحدات؟ سوبر لوكس، يعني في طبعا جميع الفئات ممثله، لكن معظمه بيبقى سوبر لوكس. وخطوط مواصلات توصلني لهذه الوحدات السكنيه واماكن تواجدها اشتغلت حضراتكم شغالين عليها؟ احنا في قلب المدن القائمه، يعني احنا بنقول ان احنا كان عندنا مشكله ان في ناس محتاجه تعيش في المكان اللي هي فيه، بس عايزه حاجه في مستوى التجمع والشيخ زايد والقاهره الجديده، فاحنا بنحقق كل الكلام ده لاهالينا، يعني فحققناه لهم حاجه في طعم المدن الجديده وفي نفس الوقت مكان ذكرياتك وحياتك كلها. يعني حولتوا المكان لكومباوند تقريبا شبه اللي الناس بتحلم بيه وبتشوف. كومباوند فعلا، مش تقريبا، لا هو فعلا كل المشروعات عباره عن كومباوند. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وطبعا أسعار الفراخ يمكن من أكتر الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها، يمكن إحنا وصلنا دلوقتي أعتقد يعني السعر ونسأل المسؤولين في ده، بنتكلم تقريبا من 160 ل 200 جنيه الأسعار بتتراوح لكده. طبعا كان عندنا السنة اللي فاتت أزمة في الأعلاف نتيجة للأزمة الدولارية اللي كانت حاصلة، ويمكن كل فترة بنسمع كلام مختلف، إشاعات مختلفة فيما يخص مسألة الدواجن. آخر الكلام اللي طالع إنه كان في إشاعة بتقول إنه تم إعدام سلالات معينة من الدجاج المحلي لعدم تواجد الأعلاف ليها. الإشاعة دي علاقتها بالاستقرار النسبي اللي حاصل في أسعار الدواجن خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وإزاي الإشاعات اللي شبه دي والكلام اللي شبه ده يأثر على التجار؟ يعملوا ايه في الاسعار لما يحسوا انه مفيش فراخ جايه لي من المزارع؟ ايه اللي هيحصل؟
اكيد ده هيأثر على الاسعار. خلينا نروح لدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعيه، نساله عن الموضوع ده وعلاقه الاشاعات اللي بتطلع دي بالسعر بقى في السوق، وهل ده هيأثر على السعر في السوق والتجار ورد فعلهم على مثل هذه اشاعات. اهلا بك يا دكتور، اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. بسأل حضرتك عن السلالات اللي تم او اللي يقال انه في سلالات تم اعدامها نتيجه لعدم وجود اعلاف ليها في السوق، سلالات من الدواجن. لا يا فندم، اولا مساء الخير، الخبر ده عادي تماما من الصحه. هو طبعا في بعض وسائل الاعلام نزلت الخبر ده وما اعرفش مصدرها ايه، لكن الحقيقه ان ده عادي تماما من الصحه. المركز البحوث الزراعيه معهد البحوث والانتاج الحيواني هو المعهد القومي للثروه الحيوانيه في مصر، ودوره الاساسي هو الحفاظ على الموارد والوسائل الحيوانيه او اللي هي السلالات المحليه، سلالاتنا المحليه. وطبعا مش ممكن يذبحها، مش ممكن نذبحها ولا نعدمها لانها دي ثروه قوميه. دي السلالات اللي احنا اولا بيجي عليها ابحاثنا، ثاني حاجه بنستنبط منها سلالات جديده لتحسين انتاج الدواجن في قطاع الدجين الريفي. طب دكتور محمد معلش، هم السلالات المصريه او المحليه دي احنا بنقول انهم 14 سلاله، ايه اللي بيميزهم؟ هل مثلا دي سلالات بتاخد اعلاف اقل مثلا؟ يعني لو حضرتك تقول لنا كده. السلالات المحليه يا فندم فيها اكثر من ميزه، في ميزه اولا قدرتها على تحمل التغيرات المناخيه، طبعا كلنا بنعيش التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره والظروف المناخيه غير مواتيه. السلالات المحليه بتاعتنا كلها مقاومه للتغيرات المناخيه، مقاومه للامراض الوبائيه، تستحمل المعيشه في ظروف رعايه منخفضه زي في الريف. انتاجها من البيض واللحم انتاج متوسط يناسب المربي الصغير، يعني هي احتياجاته الغذائيه مش كبيره، وبالتالي يقدر المربي الصغير يربي الدواجن دي وتنتج عنده انتاج جيد. وده دور المعهد، تحسين انتاجيه الدواجن دي لقطاع الدجين الريفي. فاحنا مش ممكن المعهد هيعدم الثروه القوميه دي. فالخبر ده كان خبر عالي تماما من الصحة. طب هو احنا لسه عندنا ازمه في الاعلاف ولا هذه الازمه خلاص ابتدت تتحل؟ لا، الازمه دي يا فندم زي ما حضرتك ذكرتي كانت في بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه، والحمد لله الازمه دي انتهت تماما. الدوله اتاحت يعني ايرادات موارد دولاريه كبيره جدا لاستيراد الاعلاف، ومفيش حاليا ازمه اعلاف تماما، يعني عارف متوفر بجميع مكوناته. طيب اذا احنا دلوقتي الثروه الدجينه بتاعتنا ثبات سعر الدواجن دلوقتي في السوق. احنا الثروه الدجينه بتاعتنا ايه الجديد في هذا القطاع، وهل احنا بنغطي محليا قد ايه من استهلاكنا؟ احنا اولا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، مصر بتنتج 1.4 مليار طائر سنويا. لكن ازمه الاعلاف الاخيره اثرت على ده يا دكتور ازاي؟ ايه؟ أزمة الأعلاف الأخيرة أثرت على ده ولا إحنا لسه بنحقق هذا الاكتفاء الذاتي؟ لا، بنحقق الاكتفاء الذاتي، يعني إحنا بنحقق الاكتفاء الذاتي حتى، يعني إحنا لو حصل إن إحنا شفنا بعض الدواجن المستوردة في السوق فبيقابلها أحيانا برضه تطوير لبعض الدواجن المحلية من مجهزات الدواجن أو مصنعات الدواجن بتصدر لبعض الدول، بيقابلها إصدار بس شيء يعني ضعيف جدا جدا، فعندنا اكتفاء ذاتي 100% من حجم الدواجن. طيب حضرتك شايف انه اشاعات زي دي تاثر على الاسعار والتجار ولا المفروض ايه؟ لا يا فندم، ولا تاثر على اي شيء، لا طبعا. انا عايز اقول لحضرتك ان صناعه الدواجن بتعتمد اساسا على القطاع الخاص وشركات الانتاج الكبرى، يعني وبقول لك احنا بننتج 1.4 مليار طائر سنويا. القطاع الدجين الريفي بيساهم بنسبه قليله جدا جدا منها، والسلالات المحليه هي سلالات اساسها دعم قطاع الدجين الريفي، فالاشاعه لن تؤثر ابدا. والاشاعه اولا يعني عايز اقول لحضرتك انها هي يعني اشاعه غير صحيحه والخبر غير صحيح، وثانيا لا يؤثر على قطاع الدجين في مصر خالص. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب الحقيقه انه يعني المباراه انتهت تقريبا، مباراه الاهلي انتهت بفوز الاهلي 3-1. بنبارك لكل الاهلاويه ليله كرويه كلها حماس وسعاده ان شاء الله لكل الجماهير المصريه. الحقيقه يعني بالتاكيد مباراه زي دي مباراه بالنسبه لنا
كبيرة جدا، فسعداء جدا بهذه النتيجة. شكرا لكل اللعيبة الرجالة اللي شرفونا قدام العالم، وألف ألف مبروك للنادي الأهلي، ومستمرين مع حضراتكم على مدار الحلقة. وكريم من بعدنا إن شاء الله يعني يحلل المباراة بقى ويتكلم مع حضراتكم أكتر بالتفصيل عن الأداء المشرف للنادي الأهلي قدام العالم. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه يعني الوعي المصري واللي احنا شفناه من المصريين في الانتخابات برضو حاجة مشرفة جدا. شفنا المصريين بأعداد ما أعتقدش أن احنا نفسنا حتى كنا متخيلينها، يعني كل واحد كان عارف بين صحابه وبين قرايبه مين نازل ينتخب، مين بيفكر في إيه، لكن أعتقد أن كلنا برضو اتفاجئنا لما رحنا اللجان بتاعتنا بأعداد الناس هناك، وحتى الناس الأطفال يعني اللي ما عندهمش حق انتخابي كانوا موجودين وبيتكلموا في السياسة، وكأن كل ما يحدث حوالينا إقليميا وعالميا زود حالة الوعي اللي عند المصريين دي بشكل كبير جدا. احنا كشعب مش دايما باصين جوه بس وباصين على نفسنا، في شعوب كتير في العالم هم بيشوفوا مشاكلهم بس. اعتقد ان احنا كشعب على مر السنين اتعودنا ان احنا نبص بره ونشوف المشاكل اللي حوالينا إقليميا ودوليا، ويمكن من كتر ما بلدنا بتتحمل المسؤولية على مر السنين عن مشاكل إقليمية ودولية لأنها بلد كبيرة، الشعب ده كمان انطلاقا من هذا الإيمان للدولة المصرية بده هو كمان كان شعب أداؤه عظيم في الانتخابات، ويمكن ده كان بشهادة منظمات المجتمع المدني اللي كان ليها دور كبير في أنها تتحقق من مسؤولية الانتخابات وتشوف يعني انخراط ومشاركة المصريين في كل ما يخص العمل السياسي على الأرض. دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية كان دور كبير، لأنهم موجودين علشان يراقبوا العملية الانتخابية، ودي مش أي انتخابات، دي انتخابات الرئاسة المصرية. فالحقيقة أن وجودهم يعني عمل يكمل مستهدفات الدولة المصرية، احنا عايزين العالم كله يشوف وعي المصريين. الحقيقة أنه الهيئة الوطنية للانتخابات قدموا جهد كبير جدا، كل الشكر والتحية ليهم فرد فرد. أنا بكلم حضراتكم عن تقريبا 14 منظمة دولية موجود فيها يمكن فوق ال 200 مراقب دولي، 62 منظمة محلية، بكلمكم على 22 ألف تقريبا متابع ومراقب محلي كانوا بيشرفوا من خلال هذه المنظمات على كافة خطوات سير العملية الانتخابية. وجود المنظمات دي مهم ليه؟ لأنه من الآخر كده بيوري الناس عيني عينك، دي ناس اللجان مفتوحة، اللي عايز يراقب من بره يراقب من جوه، تفضلوا. العملية الانتخابية تسير وفق النظم اللي مؤسسات الدولة بتضعها، والحقيقة الإشراف القضائي أصلا على الانتخابات يعني ده أكبر ضامن لنزاهة هذه العملية الانتخابية، إلا أنه وجود المراقبين دول اللي كانوا منتشرين في كل المحافظات في كل اللجان، حديثهم للعالم كان على نسبة الإقبال، حديثهم للعالم كان على التسهيلات اللي ابتدت تتعمل للاقتراع، زي ما شفنا كده مثلا لجان المغتربين، كل الحاجات دي كانت بتسهل، ولو ان مثلا لسه بشوف انه المصريين في الخارج محتاجين تسهيلات اكتر، لان هم بيقطعوا مسافات كبيره جدا علشان يقدروا انهم يروحوا ينتخبوا، فلازم كمان نشتغل على اي معوقات بتقف قدام المصريين في الخارج، لان جزء كبير منهم بيبقى عايز يشارك اكتر واكتر، وبيبقوا دايما قلبهم على بلدهم، بيبقوا عقولهم وقلوبهم مع مصر، وخصوصا في استحقاقات كبيره زي الانتخابات الرئاسيه. كان في كمان بعثات للاتحاد الافريقي والجامعه الدول العربيه والبرلمان العربي وجمعيه برلمان البحر المتوسط، وكانوا برضو بيتابعوا هذه الانتخابات. كلهم كانوا بيتكلموا عن نزاهه العمليه الانتخابيه ومدى الشفافيه، وكمان تحدثوا عن الاشراف القضائي اللي كنت لسه بقول لحضراتكم ده ضمان اساسي لنزاهه هذه الانتخابات. كان في كمان ائتلاف نزاهه الدولي، وده الخاص بالانتخابات الرئاسيه المصريه 2024، كان في تعاون ما بين خمس منظمات اجنبيه، منظمتين محليتين زي منظمات ايكو اليونان، يعني الحقيقه منظمات عده كانت موجوده، المنتدى الوطني للمنظمات، والحقيقه انه كل هذه المنظمات اللي كانت موجوده تتحدث عن إقبال المصريين اللي يمكن حتى مش بس محليا الناس ما كانتش متخيلة ان ده هيحصل، دوليا كمان، لأنه الوقت الحالي ما هوش وقت سهل لا على المصريين ولا على العالم، فوجود المصريين بالأعداد دي في الانتخابات
إحساس كبير منهم بالمسؤولية، إحساس كبير منهم بكل حاجة بتحصل حوالينا، لكن إحنا موجودين بندعم رئيسنا القادم قدام أي تحديات ممكن تكون بتواجهه. 3 أيام الحقيقة كانوا يعني عنوانهم بالنسبة لي هو نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها، وحضور كبير ووعي كبير للمصريين. وده الحقيقة شرف كبير أمام كل هذه المنظمات الدولية والعربية اللي بتضم عدد كبير وجنسيات عربية وأوروبية تتابع العملية الانتخابية الرئاسية المصرية. شكرا لكل مصري كان عنده وعي وعنده مسؤولية وبيحب البلد دي ودايما موجود صامد وواقف قدام أي تحدي بنمر بيه كلنا. اتحدنا في مسألة زي الانتخابات الرئاسية مهم جدا، مهما كانت أيديولوجياتنا السياسية مختلفة، لكن احنا موجودين عندنا حق التصويت، بنقول رأينا وننزل نختار من يقود هذه الدولة القوية الفترة اللي جاية. كمان من النقاط اللي كانت موجودة هو فريق المتابعين الخاص بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وده تقريبا فيه يمكن 40 متابع من جنسيات عربية وأوروبية، وطبعا ليهم خبرة كبيرة في متابعة عدد كبير من الانتخابات في دول عدة. الفريق ده كان بيتكلم عن السلاسة اللي شافها في العملية الانتخابية، كان بيتكلم عن كثافة التصويت، كان بيتكلم على ملاحظات الحقيقة كلها ملاحظات إيجابية جدا، وده شيء مشرف. السنة دي يمكن السلبيات كانت قليلة جدا، ودي حاجة عظيمة الحقيقة، وسلبيات غير مؤثرة، حتى انه يعني اللجان اللي كنا بنبقى متعودين عليها اللي بتطلع الصبح بدري على مواقع التواصل الاجتماعي تكتب على طول قبل ما يعدي ساعتين ثلاثة على أول يوم انتخابات تطلع تكتب، دي أعتقد أن تواجدها كان صفر، لأن حضور المصريين طغى على الناس دي بشكل كبير جدا. يا رب دايما يا مصريين عندنا وعي بكل بأي حاجة يعني تفيد بلدنا، نبقى واقفين دايما مع بعض، لأنه ده بيصنع الفارق دايما. إحنا متعودين أن إحنا نكون موجودين بالشكل ده، لكن الحقيقة إن وجودنا في الانتخابات الرئاسية المرة دي كان فاصل وكان مهم جدا، وكانت رسالة مهمة جدا تصل للعالم إنه المصريين واعيين جدا، عارفين ماذا ينتظرنا وماذا ينتظر الرئيس القادم. ندعم رئيس هذه الدولة بكل ما أوتينا من قوة ونحافظ على هذه البلد. نسيب حضراتكم مع فاصل ومستمرين مع حضراتكم على مدار الحلقة. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. بنبقى عايزين نعرف المصريين خلال كل سنة كده بيدوروا على إيه؟ إيه المواضيع اللي شغلة بالهم؟ يدخلوا على جوجل يسألوا على إيه؟ يمكن كان عندنا قوائم كده من المواضيع الأكثر بحثاً في 2023، أخبار بيدوروا عليها في منصات معينة، مواقع معينة. والحقيقة أنا شايفة أنه، ويمكن أنا كنت بقول لكم كده لسه قبل الفاصل، المصريين شعب دايماً عنده وعي بكل ما يحاك حوله، احنا مش باصين على نفسنا بس، ولو ان في شعوب كتير في العالم اهم حاجه عندها نفسها. المصريين يمكن من اهم الحاجات اللي كانوا بيدوروا عليها هي حرب الاباده على اخواتنا في فلسطين، دي من الكلمات اللي كانت موجوده على محرك البحث جوجل، ويمكن زلزال تركيا وزلزال المغرب، ازمه السودان، اعصار ليبيا، قرش الغردقة برضو من الكلمات اللي أخدت بحث كبير عنهم، مواقع زي نتيجة الثانوية العامة طبعا أكيد، تذكرتي بقى وكل الماتشات والمجهود الكبير اللي عاملاه شركة تذكرتي في كل الماتشات، أدوات الذكاء الاصطناعي برضو الناس كانت بتدور عليها بشكل كبير، طبعا مكتب التنسيق، سكك حديد مصر، طبعا موقع دفع المخالفات المرورية، كل واحد بيدخل بقى يشوف عنده مخالفات قد ايه او ما يدخلش ويتفاجئ يعني. والحاجات دي الحقيقة برضو مهمة، لان احنا هنا عايزين نقول بقى المصريين دخلوا عصر الرقمنة، كل اللي بيتعمل الفترة اللي فاتت علشان يعني احنا مش سهل، ما كناش سهل بصراحة كشعب ندخل موضوع الرقمنة ده، وكان صعب علينا وكان غلس علينا في البداية، لكن تحولنا كلنا ان احنا خلاص اتعاملنا مع المنصات دي وتعاملنا مع المواقع دي وابتدينا، وده دليل على كده يعني. يمكن كمان من اكتر الشخصيات اللي الناس
عمل سيرش عليها كان امام عاشور، وده طبعا بالتاكيد كان ليه علاقه بصفقه انتقاله للنادي الاهلي، الممثله جوري بكر، واعتقد ده كان لانها لمعت بشكل كبير في مسلسل جعفر العمده، رضا سليم، وده برضو المحترف المغربي اللي يعني راح النادي الاهلي. مسلسلات طبعا كان جعفر العمده متصدر الترند، يعني مسلسل بالطو كمان كان من المسلسلات اللي بتحكي عن كواليس بقى مهنه الطب والدكاتره وازاي الناس تفاعلت مع المسلسل ده. وكان كمان من احلى الحاجات في مسلسل بالطو ان معظم الابطال كتابه وممثلين كانوا ابطال شباب، وده بيخلي الناس مبسوطه اكتر بالعمل، يعني وان كان العمل جيد لكن كمان ابطاله شباب ده بيضيف كتير. خلينا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن انعكاسات الكلام ده، يعني ايه؟ يعني ايه المصريين بيدوروا وايه اهميه ده؟ هنعرف بالتفصيل مع الكاتب الصحفي اللي بينورنا النهارده استاذ محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير اعلام دوت كوم. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا هدير، كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير وسنه سعيده عليك يا رب وعلى العالم كله. ربنا يخليك. شايف ازاي القوائم الاكثر بحثا في 2023 ودلالتها؟ اولا شايفها بمفاجات قليله، ساعات كنا بنتفاجئ ان في حاجات احنا ما وعيناش بيها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميديا والناس بتدور عليها، لكن معظم الحاجات متوقعه. عايز اقول كمان ان في فرق، يعني في فرق ما بين الفرق الاساسي ما بين نتائج جوجل والبحث عموما في فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ان جوجل طبعا جوجل اقدم من 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 السوشيال ميديا، اقدم يعني او اكثر انتشارا من السوشيال ميديا بشكلها التقليدي، واعتقد كمان مش مدفوع الاجر، يعني ما فيش هنا الحته دي على السوشيال ميديا، ممكن بيبقى في حاجات مدفوعه الاجر علشان تطلع ترند. ده فرق طبعا من الفروق الاساسيه، بس خلينا اقول انه اللي بيخش جوجل بيبقى حد بيدور على معلومه او على خدمه، لكن ولا يستطيع الانتظار انه يعرفها من السوشيال ميديا. يعني حضرتك فتحت الفيسبوك الصبح فعرفتي مثلا انه الناس بتتكلم ان امام عاشور هيسيب الزمالك او هيروح الاهلي، فمش في بعض الناس يقول لك لا انا هستنى يمكن حد يكتب بوست، لكن في بعض الاخبار والامور الناس بتروح على طول على جوجل علشان خاطر تكتب وتعرف اخبار من مصادرها او من المصادر الاخباريه. فعشان كده بنلاقي ان النتائج مختلفه يمكن عن الحاجات اللي احنا ممكن تكون بنشوف الناس بتتكلم عليها كتير كترندات على السوشيال ميديا. يعني ممكن تكون الناس على السوشيال ميديا بتتكلم على طلاق فنانه، على مثلا ازمه، على فيديو عامل ضجه، لكن مش هو ده اللي بيدوروا عليه على جوجل. جوجل دايما بيدي اهتمامات الناس الحقيقيه او الاهتمامات. عشان كده في ثلاث مواقع ليها علاقه بالثانويه العامه موجودين في قائمه العشره. تمام، تذكرتي مثلا وجودها في المركز الثاني معناه بيبين حجم الرغبه في الوصول ليها من اجل حجم الماتشات. اذا في اهتمام من جمهور الكوره بيها. مسلسل بالطو اللي جبت سيرته من شويه، انا شخصيا بعتبر وجوده دليل على انه نجاحه ما كانش نجاح عابر، ان الناس كانت بتدور عليه على السوشيال على جوجل. طبعا معظمهم بيدوروا على حلقات بيتفرجوا عليها بطريقه غير شرعيه، بس في النهايه هم دوروا عليه، راحوا نجاح للمسلسل. ايه المسلسل ده؟ تمام. مثلا وجود جوري بكر كان مفاجاه شويه، انه لان هالة صدقي مثلا هي كانت نجمه المسلسل، بس هالة صدقي معروفه الناس عارفاها، ممكن تكتشفي انه كان الناس عايزه تكتشف مين هي جوري بكر، فبيخش يدور على معلومات عنها، بيدل على الاهتمام. النجاح الحقيقي طبعا هو الصمود لده لسنه واثنين انك تقدر تبقى موجود، وده دايما بيبقى مش سهل وبيبقى متغير. برضو انت قلت في المقدمه ملاحظه مهمه جدا، هو اهتمام المصريين بالحرب في فلسطين، لدرجه انه حتى جوجل عامله للحرب في فلسطين قائمه لوحدها، قائمة بحث لوحدها في النتائج اللي هم طلعوها، لأن هنا ده واحد بقى داخل مش مستني يعرف من بوست إيه اللي حصل النهارده، لا ده عايز يجيب المعلومة بنفسه ويتابع من خلال جوجل مش من خلال السوشيال ميديا. وشايف إزاي اهتمام المصريين بالقضايا الإقليمية على وجه التحديد والقضايا العالمية بالشكل ده؟ إنه حضرتك بتتحدث عن إنه الناس مش مستنية تعرف من مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا في قضية زي فلسطين. لا هي طبعًا ما بعد 7 أكتوبر ده كان شيء مختلف تمامًا. دور الدولة المصرية في دعم الأهالينا في القطاع، يعني الدور اللي يعني أنا نفسي كان الأخوة في فلسطين بيبعتوا لي عليه من أول يوم ومن تاني يوم، مش من قبل كل حتى التتابعات دي. ده خلى في تفاعل ما بين الاهتمام الشعبي وما بين الاهتمام الرسمي، فطبيعي الناس بتبقى عايزة تجيب المعلومة أسرع حتى من إن هو يستنى النشرة أو إن هو يستنى يقراها في جورنان أو يقراها في ويب سايت.
كمان بيبقى فيه ناس، يعني انا مثلا هتلاقي مكتوب صراحه صحراء النقب في النتائج، هتلاقي مكتوب اسماء اسم طبعا ابو عبيده عشان هو المتحدث، فالناس بتخش تدور على مين فين المكان ده، فين وده من مزايا جوجل انه بيوريك كمان الناس بتدور على انهي كلمه. والتكرار يعني هتلاقي في ابو عبيده متكرر فين الشخصيات، وموجود في كمان في كلمات البحث الفلسطينيه، فده بيعكس انه الناس مش مستنيه حد يديها المعلومه، الناس بتدور على المعلومه ومهتميه بجد. وهتلاقي كمان مثلا زلزال المغرب، يعني وجود زلزال المغرب، لا احنا مش مجرد بقى بنكتب كلمتين تعاطف على السوشيال ميديا، ده في ناس دخلت تعرف حصل ايه بجد. اوكي، فهنا الجوجل دايما بيوري ان كان في مبادره من المواطن او من المستخدم انه يعرف المعلومه، مش ان هو يستقبلها فقط. صحيح، ويمكن دي اهميه جوجل، واهميه ان احنا نشوف النهارده ايه الاكثر بحثا، لانه بيعكس صوره يمكن ما بتبقاش واضحه قوي على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتاكيد. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير اعلام دوت كوم، شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع مهم، يعني يمكن الكشف الأثري الأهم ضمن 7 اكتشافات هامة أثارت فضول العالم كله في 2023. على رأس هذه الاكتشافات كان ورشة لتحنيط المومياوات، مصر أعلنت عن اكتشافها في سقارة، والحقيقة أنه من ضمن السبع اكتشافات دول كان يمكن مدينة المايا في المكسيك، ورأس حجري ضخم في محيط قريب من تشيلي، وسيوف البحر الميت. لكن الحقيقة العالم كله برضو مسألة التحنيط دي سر الناس منتظرة إنها تكتشف، فإن احنا نلاقي ورشة للتحنيط ده معناه أنه في أدوات، ده معناه أنه في مادة اللي كان بيحنط بيها القدماء المصريين، فده مهم جدا. عشان كده العالم كله لسه يعني بيمشي ورا خطوات المصريين القدماء في مسألة التحنيط. خلينا نسمع أكتر عن هذا الكشف الأثري الأكثر أهمية ضمن الكشوفات الأثرية السبعة في 2023. معنا على التليفون دكتور بسام الشماع، باحث ومؤرخ متخصص في علم المصريات. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وليه العالم بينظر لمسألة التحنيط دي إلى الآن باهتمام شديد جدا علشان نقدر إن احنا نكتشف اي سر من اسرارها؟ كل ما هو غامض جذاب، كل ما هو غامض جذاب، وخصوصا في عالم التاريخ، ونخص بهذا التاريخ المصري القديم اللي العالم كله بمجرد ما بتقولي ايجيبت او ايجيبتولوجي او علم المصريات او كلمه مصر او اسم مصر باي لغه من اللغات، بيتم على طول عمليه جذب ناحيه هذا العلم او هذا الخبر، ومنه الخبر بتاع سقارة اللي حضرتك تقدمت بيه. سقارة السنة دي كانت الحقيقة نجم من النجوم الكبار في علم المصريات في العالم، لأن ما كانش فيه بس الاكتشافات بتاعة الورش بتاعة التحنيط، ولكن هناك اكتشافات عديدة جدا السنة اللي فاتت والسنة دي، وكلها مربوطة في بعضيها، زي برضية وزيري 1 وبرضية وزيري 2. دي برضية 16 متر، أطول برضية 16 متر، ورقة واحدة ومكتوبة بكتابات بعناية كبيرة جدا جدا. ديت أول برضية بهذا الطول، والاكتشاف كان بأيدي مصرية. دي الميزة الثانية بقى في الورش بتاعة التحنيط والبرديات المهمة اللي بنتكلم عليها، إن بإيد مصرية 100% بقيادة العلماء بتوعنا، ببداية من الأستاذ الدكتور مصطفى وزيري بوزارة الآثار، وكل بقى العباقرة بتوع الترميم. لأن أنت لما بتيجي تكتشفي آنية مثلا بداخلها بقايا مثلا زي في ورشة التحنيط، يبقى فيها بقايا مواد استخدمت في التحنيط، دي ممكن تؤدي بينا الى حلول فكره هو كان بيحط انجريدينز ايه او مقادير ايه المصري القديم، عشان يطلع في الاخر خالص بهذه الماده الغامضه اللي لغايه دلوقتي احنا بنتناقش فيها في علم المصريات، اللي بتحافظ على جثمان او على جزء من الجثمان لمده 3000 و4000 عام. ادي نمره واحد. نمره اتنين، اكتشاف الورش ديت وفيها كانت اذره، يعني كان فيها سراير، السراير ديت كانت بتستخدم والاواني بتستخدم، بل ان هناك اكتشاف لورشه تم اكتشاف فيها عدد من الاواني، وكان مكتوب على بعض الاواني اللي بره اسماء الماده، فده فادنا جدا الماده فده فادنا جدا احنا عرفنا ان مش بس المواد اللي استخدمها في التحنيط ايه، لكن كمان اسمائها بالهيروغليف، ده اعاده واضافه لفصل من فصول تاريخ البشريه، ومنها فكره التحنيط، والتحنيط على طول بيبقى ليه علاقه بالطب وبتاريخ الطب
الدنيا بتقول ان مصر علمته للعالم وعلمته لجالينوس اليوناني وعلمته لابو كرات اللي العالم كله بيسميه ابو الطب، واحنا بنقول لا، ابو الطب هو حلي صراع اول طبيب اسنان واول طبيب موثق في التاريخ. طب دكتور بسام، هو وجود الورش دي في سقاره في 30 ثانيه الاكتشاف بتاع السقاره بتجذب حاجه مهمه قوي بقى عايز اقولها لكم لانها هتاتي كمفاجاه لناس كتيره. هي ان في 2016 العالمه سارة باركاك وهي عالمة مصريات ومنقبة ومدرسة في جامعة وسيدة معتبرة وأيضا بتعمل مع وكالة ناسا للفضاء، بصي خمس حاجات كبيرة جدا، وطلعت خرجت علينا في مقالة هامة جدا قالت فيها فحواها أن الذي تم اكتشافه من آثار مصر، معضية مصريين الله يكرمكم، الذي تم اكتشافه من آثار مصر أقل من 1%. هو ده اللي انا كنت بسال حضرتك عليه يا دكتور بسام، هل وجود الورشتين دول في سقاره يقول ان لسه في ورش كمان ممكن تكون موجوده؟ يا فندم سقاره مكان يستخدم في الورش التحنيط وكجبانه يعني زي عرافه كده للدفن ومكان للطقوس الدينيه استمر من الاسرات الاولى، يعني بنتكلم في الثلاثات قبل الميلاد يعني من 5000 سنه تقريبا حتى بناء البنايات القبطية المسيحية القديمة. متخيلة في كم ألف سنة المكان ده استخدم دينيا؟ يعني لو أنا طلعت قلت لك في 100,000 أو 200,000 أو مليون بدون مبالغة مليون جثمان أو مومياء في صحراء سقارة أو في جبان السقارة، أنا هنا ما ببالغش. صحيح. ولذلك عملية هذا الربط والكشف، ولذلك وعليه العالم كله بيحتفي بهذه الاكتشافات المصرية 2024 أو اللي أنا بأمله في لسه في خمس حاجات مهمه جدا انا بدعو بقى العلماء ان هم يبداوا. الاول مقبره الاسكندر الثالث المقدوني الاكبر الكبير، ادي واحد لسه ما لم يتم اكتشافه. المقبره بتاعت نفرتيري اللي هي المشهوره جدا في وادي الملكات لكن جثمانها لم يكتشف بعد، وهي زوجه رمسيس الثاني الشهيره نفرتيتي اللي هي نفرتيتي برضه المقبره بتاعتها وجثمانها لم يكتشف بعد، وطبعا المشهوره جدا رغم انها غير مصريه كليوباترا السابعه اللي مدوخانا لغايه دلوقتي لا مقبره ولا جثمان. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور بسام الشماع الباحث والمؤرخ المتخصص في علم المصريات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقه يعني الفتره دي وتحديدا كده واحنا خلاص داخلين على الشتاء، يعني مش عارفه ازاي لسه كل ده ما دخلناش على الشتاء، بس هي لسه تقريبا الجمعه اللي جايه الشتاء خلاص هتدخل علينا، لكن هي مساله تغيير الفصول عموما. بنشوف انه العيال كلها عيانه، الكبار عيانين والعيان عيانين، لكن العيال بقى العيانه دي بتلاقي الامهات كلها، اسمحوا لي هنا اتكلم زي كل الامهات المصريه، قاعدين جنب ولادهم العيانين وعندهم حساسيه، واللي ما عندوش حساسيه برده عيان. انا مش عارفه اصلا هو عنده حساسيه ولا ما عندوش حساسيه، لكن هي كلها مشاكل في التنفس حاصله في الوقت ده من السنه، وبتزداد بشكل كبير كل ما يبقى فيه جو متقلب شويه تلاقي الموضوع بيزيد كمان، ما نبقاش عارفين نتعامل معاها ازاي. ناس كتير بتدي ادويه من دماغها من غير ما ترجع لاطباء، وطبعا الامهات المصريه هنا متخصصين في الكلام ده، لكن احنا عايزين نروح نسمع من المتخصصين نعمل ايه مع حساسيه الاطفال، واعرف اصلا ازاي اذا كان ابني عنده حساسيه ولا لا في وقت ده من السنه مع تغير الفصول. دكتور ايمن السيد سالم رئيس قسم الصدر السابق بالقصر العيني، مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. المشاهدين طبعا حضرتك عارف ان كل الولاد تقريبا معظمهم عيان في الوقت ده، وما بنبقاش عارفين هي مشاكل تنفس، لكن احنا مش عارفين اذا كان هم عندهم حساسيه ولا هو تغيير الجو اللي بيعمل كده. مبدئيا انا اصلا ازاي اعرف ابني معرض للحساسيه ولا لا، او هو اصلا مريض حساسيه ولا لا؟ صحيح، هو دلوقتي ده الموسم، بس احنا خلاص دخلنا من عدينا تغيير الفصول الى فصل الخريف فعلا، وده فصل فيه بروده وتغير في الهواء. ما احنا داخلين بقى على الشتاء يا دكتور. ورسميا بدانا الشتاء كمان، وبالتالي في تغيرات جويه بتساعد على وجود فيروسات وانواع اخرى من الميكروبات، هي اللي بتعمل عدوى المشهوره في الشتاء. كل شتاء بيكون في اصابات، ودي بتصيب الناس كلها الحقيقه بدرجات متفاوته. الحساسيه ممكن ما تظهرش خالص، يعني الحساسيه هو رد فعل بيحصل لإنسان عنده استعداد وراثي. إذا عنده استعداد وراثي للتحسس ضد مثلا الأسبرين يبقى تظهر مع الأسبرين بس، وكل اللي حواليه ما يتأثروش وكده، بعض أنواع المأكولات، لكن الأهم منها هي المستنشقات، الحاجة اللي موجودة في البيئة
زي مثلا بعض الأتربة، أنواع من الأتربة، أنواع من حبوب اللقاح لها مواسم التزهير، شعر الحيوانات الأليفة، القطة والكلب، وغيرها من الأسباب العديدة اللي بنراجعها دايما. فده رد فعل عند شخص محدد عنده استعداد وراثي. طيب المفروض ان انا اتعامل ازاي يا دكتور لو شفت حاله من الحساسيه، اعمل ايه؟ المريض لو في استعداد تحسس وتعرض للماده اللي هو لا يتحملها جسمه، هتبتدي تظهر الاعراض. اعراض التحسس على الجهاز التنفسي بتكون في شكل ضيق تنفس او كحه، سعال متكرر ويستمر عند التعرض للماده دي، او التعرض لبعض المهيجات اللي هي غير نوعيه زي الادخنه، الابخره، السجاير، بعض انواع البخور، الرطوبه، يعني الحاجات دي تزود قوي الاعراض، اعراض الحساسيه. وكمان ممكن يحصل في الجهاز التنفسي العلوي رشح في الانف، فيلان من الانف. رشح ده انا كده هفتكر ان هو عنده برد يا دكتور، ولا هو الموضوع ليه علاقه بالبرد؟ لا طبعا هو في طبعا يكون في استعداد للبرد، ولكن هنا ما بيكونش في حراره. يعني لو التحسس موجود بس بدون حراره، لو التحسس موجود غالبا ما بيكونش في حراره. لو حصل حمى، ارتفاع في درجه الحراره، مع الاعراض الرشح عند التعرض لمريض او لشخص عنده اعراض جهاز تنفس عروبي في شكل عطس، كحه، سيلان، حراره، ارهاق، اجهاد، لو في حد عنده اعراض زي دي ممكن يعدي. هنا مريض الحساسيه ده ما بنقولش بقى حساسيه، يحصل يبقى بعديها حمى. يعني المتخصصين يعرفوا يفرقوا طبعا الكلام ده كويس، لكن الشخص كمان المواطن العادي يقدر ان هو يتعرف اذا كان في عدوى ولا لا من لو في مريض حواليه. طيب العلاج بيكون عامل ازاي يا دكتور؟ لانه في ناس بتعمل كوارث وهي بتعالج الحساسيه. لا خليني بس احافظ على كلمه كوارث دي، ولكن العلاج بيكون طبعا تحت مواطنين مش دكاتره يا دكتور، لانه هي دي المشكله ان الناس كتير بتاخد ادويه من دماغها. لا ده طبعا يعني ليس هكذا يمارس الطب يعني. لكن خليني بس اكد لحضرتك ان العلاج دايما بيكون تحت اشراف طبيب متخصص، والعلاج بيكون في شكل يناسب الحالة وشدة الحالة. يعني أنا أقصد يا دكتور إن الناس ما تاخدش قرص حساسية من دماغها. لا ما فيش عندنا حاجة محددة اسمها قرص حساسية، في مضاد للحساسية. طبعا في دلوقتي بعض الصيادلة بيبيعوا مجموعة الحساسية أو مجموعة الربو أو مجموعة الحساسية، وزي ما بيبيعوا مجموعة الكورونا وغيرها، وده من زمان كان موجود كده، لكن ده تصرف مش مطلوب أبدا. عند وجود أي أعراض صدرية أو غير صدرية المريض يلجأ للطبيب. إذا الحالة شديدة جدا يلجأ لاستقبال المستشفى. العلاج بيكون في شكل مستنشقات، يعني بخاخة أو غيرها من العلاجات. ربما بعض الحالات الصدرية تحتاج إضافة أخرى غير البخاخة، وربما يحتاج كمان لبعض الحالات الشديدة تحتاج إلى علاج نوعي أكثر دقة أو أكثر يعني فعالية. كمان الحالات الشديدة قوي لها علاجها، اللي هو يعني أغلب المتخصصين عارفينه طبعا. يعني أقدر أقول لحضرتك أن العلاج في علاج بالبخاخة وبالأقراص وبالحقن، اللي هي الحقن الحديثة، مش حديثة قوي طبعا اللي احنا بنستعملها بقالنا 20 سنة، لكن تطورت في خلال 20 سنة دول إلى 4 أو 5 أنواع من الحقن اللي هي فعالة جدا في الحالات الشديدة. يعني عندنا علاجات كافية ووافية أن نعالج مرضى الحساسية، يعني في أغلبهم يستجيبوا ليها بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر السابق بالقصر العيني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. وعي المصريين بكل اللي بيحصل حواليهم يمكن كان هو ده الدافع حوالين وجودهم قدام اللجان بالأعداد اللي احنا شفناها في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر الجديد من بين 4
مرشحين. الانتخابات الحقيقة كان فيها إقبال من كافة طوائف الشعب، والحقيقة ده كان على مدار الثلاث أيام كان في إقبال كبير، ويمكن كل وكالات الأنباء والمواقع والصحف يعني كلمت عن ده وقالت أنه كان في إقبال غير مسبوق من الناخبين المصريين علشان يشاركوا في الانتخابات الرئاسية. والحقيقة على مدار الثلاث أيام الحد والاثنين والثلاث كان في مشاركة كبيرة من السيدات ومن الشباب ومن كبار السن، شفنا حتى الأطفال موجودة في اللجان، ويمكن ده ليه دلالات كتيرة. ورغم أنه كان في يمكن أصوات كتير بتملانا سلبية كده ومفيش حد هينزل ومفيش حد هيشارك، إلا أن المشهد الانتخابي كان رد على كل هذه الأصوات اللي ما سمعناهاش بالمناسبة بعد الانتخابات. خلينا نتكلم مع ضيفنا دلوقتي اللي بنورنا في الاستوديو، الدكتور محمد عز العرب أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. من وجهة نظرك شايف إيه اللي دفع المصريين في هذا التوقيت أن هم يشاركوا بهذه الكثافة في الانتخابات الرئاسية؟ يعني هناك محددات مختلفة بتفسر الإقبال من جانب فئات مختلفة من الشعب المصري على مستوى المحافظات المصرية للمشاركة في هذه الانتخابات. المحدد الأول وهي ده حق دستوري، يعني في قطاع من المجتمع يرى أن الظرف الانتخابي لا يتكرر كل عام وإنما يتكرر كل فترة زمنية، يعني دلوقتي بقى عندنا كل ست سنوات للمشاركة، وبالتالي استنادا إلى حقه الدستوري لابد أن يعبر عن حقه في اختيار من يراه يشغل أرفع منصب في الدولة وهو منصب الرئيس. هناك قطاع آخر من المجتمع أعتقد رهن مشاركته في الانتخابات بفكرة الحرب في غزة وهو الشعور بالخطر، وواضح أن يعني غزة شهدت حروب أربعة قبل ذلك، يعني في 2008 و2012 و2014 ثم في 2021، لكن حرب غزة الخامسة في 2023 بدأ أن يكون لها تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المصري في ظل محاولات من جانب الطرف أساسي في تلك الحرب وهي القوات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط قديم عبر ترحيل أو ترانسفير الفلسطينيين إلى داخل هذا القطاع. التفسير الثالث، وطبعا ده لما نيجي نربطه ان بيبقى محتاجين رئيس ليه مواصفات محدده، تركيبته جايه من الدوله، ليه خلفيه عسكريه، لديه ادراك بفكره كيف يمكن التعامل مع المخاطر الاستراتيجيه للدوله عبر التقديرات الاستراتيجيه ليها، عمل كل مؤسسات الدوله فيها. هناك تفسير ثالث وهو تملي العكس هو الصحيح، يعني احنا بنقول احنا مش هنشارك، لا، في البعض بياخد المنطق العكسي، لا هنبتدي نشارك، وخاصة ان البعض يرى ان اللي تحقق خلال العقد الماضي، يعني تحديدا الولاية الاولى والولاية الثانية للسيد رئيس الجمهورية ليست بالقليل، خاصة وان هو كان يعني نقدر نقول عليها بالعامية كده بيسدد فواتير سابقة، بمعنى ان كان عندي مشكلات في كل قطاعات الدولة، في التعليم، في الصحة، في النقل، في المواصلات، في الكهرباء، في ملف الطاقة. التحديات تغيرت، التحديات لكن التحديات ما زالت قائمة، يمكن التحديات كمان لها ابعاد طبعاً. ليه علاقة بالأمن، انت مش هتقدري تتعاملي مع التحديات خلال مدى زمني يعني منظور، دي تركة بقالها عقود، يعني هتقدري تتعاملي معاها ازاي؟ وقدامك هل تقدري يعني تتعاملي ان كل سنة تخصصي جهدك لقطاع بعينه، ولا تمشيها على التوازي ان كل التحديات مهمة وتبتدي تتعاملي معاها بنفس الأهمية، لكن هتبقى حجم الإنجاز فيها هيبقى شوية جراديوال بشكل متدرج. حضرتك قلت خلال العشر سنين اللي فاتوا المصريين يمكن
انا بشوف ان احنا تعلمنا الديمقراطيه، تعلمنا اهميه الاستحقاقات اللي زي الانتخابات الرئاسيه، انتخابات مجلس النواب. دي الانتخابات الخامسه. دي الانتخابات. احنا كان عندنا الانتخابات الاولى في انتخابات في 2005 خلال حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، ثم الانتخابات اللي حصلت بعد ثوره يناير انتخابات 2012، ثم 2014، ثم 2018، ودي 2023 اللي هي الانتخابات الخامسه. لكن بتفرق يعني عن اخر انتخابين ان هي انتخابات تنافسيه تعدديه مقارنه بانتخابات 2014 و2018. في 2014 و18 الرئيس كان بيواجه مرشح اخر فقط، الاستاذ حمدين صباحي في 2014، وفي 2018 الاستاذ موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. لكن هنا احنا بنتكلم على انتخابات فيها أربع مرشحين جايين من خلفيات سياسية مختلفة، وتحس إن فيها تنوع في الأفكار والأيديولوجيات والبرامج. ويمكن إحنا كنا شايفين حالة التعددية السياسية دي من الحوار الوطني الحقيقة. طبعا. يعني هذا الاستحقاق السياسي، عشان كان الناس يمكن كانت تشعر بمسألة التعددية السياسية ووجود الأحزاب على الأرض، شفناه كمان في الانتخابات الرئاسية بشكل كبير، اللي أدركوا الناس كلها وعليه كان التواجد الكبير للمصريين أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم لمصر، لأنه الجميع يعي تماماً ماذا ينتظر هذا الرئيس وماذا تنتظر الدولة المصرية من تحديات كبيرة. نعم. الفترة القادمة، لأنه بالتأكيد الوضع العالمي والوضع الإقليمي وضع متأزم بشكل كبير. بالزبط. ومصر دولة كبيرة لها مسؤوليات عدة تجاه كل هذه القضايا، فالحقيقة أنه كان مهم جداً أن احنا نكون موجودين في الانتخابات نقول كلمتنا في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام.